لحظات قصف عنيف الآن في مستشفى شهداء الأقصى في الخيمة المجاورة لخيمة فلسطين اليوم. إذن القصف في خيمة فلسطين اليوم. كنا هنا قبل لحظات، قصف عنيف جدا. اسماعيل شو اللي صار؟ مش عارفين، فجأة صار قصف في المكان. خيمة الصحفيين، خيمة الصحافة. اذا خيمة الزملاء هنا تم قصفها الان. قصف عنيف جدا شهدته الان الخيمة التي هي خلف مستشفى شهداء الأقصى وخلف خيمتنا نحن الصحفيين. هناك جثامين. إذن على ما يبدو شباب فلسطين اليوم، إذن نحاول الوصول إلى أقرب منطقة. هنا في هذه اللحظات خيمة الزملاء في مستشفى شهداء الأقصى في شهداء. تحاول عبد الوصول. إذن يحاول الزملاء هنا. طف النار. هنا اشتعال للنيران. هنا شهيد. إذن دماء وهنا شهداء وهنا اشتعال للنيران. لازالت في هذه اللحظة نحاول فقط معرفة من الزملاء. لا شو اسمه؟ على الكرسي. يحاولون هنا إطفاء النيران.